أسعد الله صباحكم متابعينا في المملكة أينما كنتم. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. تبقى فرص الأمطار اليوم قائمة في بعض المناطق الشمالية الشرقية من المملكة، تشمل بذلك حفر الباطن، أجزاء من القصيم، الأجزاء الشمالية الشرقية من محافظة الرياض، أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية مثل الجبيل وبعض الحدود مناطق الحدود الشمالية مثل الرفحاء. إضافة إلى ذلك يتوقع هطول أمطار رعدية أيضا في مرتفعات الباحة ومرتفعات عسير وأبها، وربما تطال بعض المناطق الساحلية هناك. في العاصمة الرياض اليوم الأجواء تكون أكثر استقرارا، وتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 20 درجة مئوية مع أجواء غالبا غائمة بوجه عام بمشيئة الله تعالى. نتعرف على درجات الحرارة العظمى متوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة. سنبدأها شمالا من منطقة عرعر، تكون 15 إلى 7، سكاكا 18 إلى 10، تبوك 19 إلى 10 درجات مئوية. المناطق الغربية من المملكة تكون في مكة المكرمة 28-19، جدة 27-21، في المدينة المنورة 26-16، وفي الطائف من 22-14 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية في جزان 29-25، أبها 19-11، وفي الباحة من 14-12 مع أجواء بشكل عام غير مستقرة في هذه المناطق. في الإحساء 23-14، في الدمام 22-16، وفي حفر الباطن من 21-11 مع فرص لبعض الزخات من الأمطار في حفر الباطن. في العاصمة الرياض 20-12، 20-11 في بريدة مع فرص لبعض الأمطار، وفي حائل من 17-8 درجات مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا اليوم. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.